أسمع رأي أستاذ هاني عن التعديل أهميته خاصة فيما يتعلق أستاذ هاني بالملف الاقتصادي، وضع طبعا صعب، أزمة دولار، وزير المالية، السياسة النقدية والاقتصادية يعني، وتضارب ما بينهم. طيب خليني أقول لك الأول تعليقا برضو على اللي قاله الدكتور عمار. إحنا يعني أنا طول عمري بدير شركات أو مؤسسات أو موجود في مجالس إدارات. تمام. أنا لا أعلم إطلاقا عن أني أجي أعين حد في أي بوزيشن إلا لم أعينه بناء على وبكتبه له بخط إيده برنامجك إيه وبيبقى عندي معيار رقمي كمي أقدر إني أنا طول ما أنا ماشي أحاسب عليه. النهاردة الوزراء لا اللي عارفين مشوا ليه، ولا اللي جاي ليه، ولا عارف كمان هيمشوه إمتى وليه. طول ما أنا ما عنديش برامج محددة وواضحة وكمية أقدر أقيس عليها مسطرة أقيس عليها الأداء، يبقى ده تهريج. طب يبقى واحد هيجي واحد هيمشي. ممكن نناقش الجزئيه دي برضو، نفس النقطه اللي حضرتك بتقولها انت دكتور عمار، انه طب ما هو الوزير هيجي يكمل اللي موجود او خطه العمل الخاصه بالحكومه، يعني لازم يكون ليه برنامج خاص بيه، ولا هو لا انا مش عايز رؤيه سياسيه، انا عايز واحد فني واحد ينفذ اللي عندي. ده في كارثه ثانيه كمان عايز اقول لك عليها. اتفضل يا ستي. انه انا جاي النهارده، انا هعتبر نفسي جاي وزير النهارده، وركبت على وزاره ما اعرفش عنها حاجه، كلهم جايين من بره وزاراتهم. قدام البرلمان كمان 3-4 ايام انا مسؤول عن الدفاع عن هذا البرنامج اللي انا ما كنتش شريك فيه، اللي انا مش شريك، بالعكس ده اللي عمله فشل ومشوه من الوزاره، وبالتالي انا ما لو كان هو كويس ما كانش مشي، وبالتالي هو اصلا اللي مشي ما عملوش كويس، وبالتالي انا هحاسب على حاجه انا ما اعددتهاش. فالحقيقه الناس اللي مشوا كانوا كويسين جدا، والناس اللي جايين كويسين جدا، انما كلمه كويسين جدا دي إيه؟ بدون معيار كمي اقيس عليه كويس ولا وحش، يبقى احنا كلنا شالوا قلده وجابوا شاهين لغايه لما نشوف ايه اللي هيحصل. انا بنتهز الفرصه على فكره، اولا عايز اعلق على موضوع قطاع الاعمال العام، لكن بنتهز الفرصه واشكر بالتحديد، انا شفت الوزير اشرف سلمان عن قرب في شغله، وزير الاستثمار، الحقيقه كان بيشتغل شغل هو صنايعي بطبيعته وشغال كويس قوي، انما وزارة قطاع الأعمال العام دي عايزة 3 وزراء، مش وزير واحد كمان، بأعبائها بمشاكلها المتراكمة والموروثة طول الفترة دي كلها. فكنت من الأول لما أنت عارف أن وزارة قطاع الأعمال دي عبء ثقيل جدا تفصلها عن وزارة الاستثمار، ويبقى وزير الاستثمار متفرغ لعملية تنشيط الاستثمار وإزالة عوائق الاستثمار والشباك الواحد والكلام ده كله، ما يقدرش يديله ساعة في اليوم وعنده 7-8 ساعات تانيين في قطاع الأعمال العام. أنا موجود في لجنة اسمها لجنة إدارة أصول الدولة، وشفت مشاكل قطاع الأعمال العام، مشاكل عايزة مجهود وعايزة وقت وعايزة دي موروثات وركدة عندك، التعامل معاها مش سهل.